مدام رجاء الجداوي ان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامه. بطلوا اشاعات وما تستعجلوش على موت الفنانين، حرام يعني. لايك وشير كتير عشان انا عايزه كتير قوي من الناس يبقوا موجودين دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين ولا لا؟ ادي كمامة اهي جاهزه، دي كمامة برغم ان هي قماش بس بلبسها لمره واحده بس. دي حاجه. الحاجه التانيه ما بنخرجش كتير من البيت. الحاجه التالته غسل الايدين بالميه والصابون، ده كلام عادي جدا كل الناس بتقوله يعني، مش قصه يعني. والحذر بقى لا يمنع قدر، يعني اللي ربنا كاتب له هيشوف هيشوف ان شاء الله، حتى يعدي كده تلفحه حاجه يعني عادي. لكن في استاذ دكتور ماهر الجرحي كان مره الناس قعدوا يعني ايه هاجوا وماجوا وابتدوا يقول لك، قال لك احترموا نفسكم وخليكم قاعدين في البيت. نحترم نفسنا وخلينا قاعدين في فرنسا. ما هو ايوه القماش ملوش لازمه، بس ده اللي لقيته دلوقتي، لان للاسف الكمامات مش موجوده في الصيدليات. وبما ان الكمامه مش موجوده في الصيدليه فانا بعمل كده، هاتي السبرتو الابيض كحول ايثيلي بنسبه 70%، بنعمل كده اهو عليها. انا طبعا بقلعها خالص وبحط فيها اهي اهي من جوه كمان اهي، بسيبها كده تتهوى سنه. ومضطره طبعا لانها مش موجوده، مش متوفره كتير، وعدم توفرها على فكره نتيجه تكالب الناس بتاخد عمال مع بطال. خد اللي يكفيك، خد اللي يكفيك من الرز، وخد اللي يكفيك من المكرونه، وخد اللي يكفيك من اللحمه والفراخ والسمك. مش لازم تعمل عندك خزاين يعني، ما انت مش ضامن اذا كنت هتاكلها بكره ولا لا. الفيديو ده انا طالع اعمله علشان كام حاجه. الحاجه الاولانيه، شعب الكويت العظيم لن يتأثر ولن نتأثر نحن بكلمة أو بكلمات بعض الناس اللي هم يعني عايزين بس يعملوا كمية مشاهدة أو كم مشاهدة عالي. مش هنتأثر ولا احنا هنتأثر ولا هم هيتأثروا، ده رقم واحد. إن شاء الله المساجد هتفتح وكل حاجة هترجع تاني زي الأول وأكتر. الكمامة الطبية مش موجودة يا جماعة نتيجة إن الناس أساساً مش مخلية حاجة خالص في الصيدليات، وانا في مكان صعب جدا نقل الكمامات والحاجات. اوكي، ده حاجة. الحاجة التانية مدام رجاء الجداوي ان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامة. بطلوا اشاعات وما تستعجلوش على موت الفنانين، حرام يعني. ما تستعجلوش قوي، كل حاجة بايد ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قال بالظبط واذا مرضت فهو يشفين، وقال كمان يحيي العظام وهي رميم. فاحنا مش هنقعد بقى نهاتي، ما هو اللي مع الف تحيه لشعب الكويت. ايوه، ما احنا هنفضل بقى ايه عشان واحده شتمت نقعد نشتم ونفكرهم، واصل احنا افضلنا عليكم، واصل احنا لو ما كناش موجودين كان زمانكم محتلين. لا يا حبيبي، احنا طول عمرنا جدعان، والمصري عمره ما يعمل حاجه ويمن على الغير ويقول له انا عملت لك، لانه مش من شيم الشرفاء الجدعان. احنا جدعان بس ما ينفعش كمان تدي لحد رغيف عيش وتقعد تقول له اصل انت واصل انت وفيك وصفتك ونعتك. وجهوا لما تيجي تتكلم لهم، وجه اللوم لبني ادمه، لكن كلنا لنا اصدقاء في الكويت، فعيب لما نعمل ما بيننا وما بينهم حساسيات وحساسيات وتبقى المساله مش لطيفه، ما يصحش. الحاجة الأهم بقى، كان طلع أستاذ دكتور اسمه ماهر الجرحي، اعملوا سيرش عليه، قال احترموا نفسكم وقعدوا في البيت. كلنا قعدنا نقول للراجل اللي مش عارف ايه والراجل اللي ايه ونحترم نفسنا ايه، ومسكنا في كلمة احترموا نفسكم وقعدوا في البيت وحافظوا على عيالكم وقعدوا في البيت، ومسكناه يعني سلخناه سلخة السنين. الراجل ده فعلا طلع عنده حق، وطلع فعلا راجل محترم، وأنا من هنا بوجه له التحية. أستاذ دكتور ماهر الجرحي نائب رئيس مستشفى الحميات، انت راجل محترم، وزارة الصحة مش هتعمل لنا حاجة اكتر من اللي بتعمله. مفيش سراير في المستشفيات الحكومية، مبقاش في سراير في المستشفيات الحكومية نتيجة استهتارنا، مفيش سراير.
تاني هقول ده لاني مش لسه هيجيبوا لي الكمامه القطن اللي بتترمي دي اللي لقيتها دلوقتي عقمتها ولبستها. الفيديو ده عشان اقول له استاذ دكتور ماهر الجرحي شكرا ليك شكرا شكرا شكرا، كلنا بنحترمك وكلنا بنحبك وبنقول لك حقك على راسنا من فوق، والله العظيم انت راجل محترم يا جماعة. مفيش داعي نقول ولا بدون ولا مش بدون، مفيش داعي ان احنا نشتم الناس والله العظيم، يعني المسبة حتى يعني مش حلوة مش لطيفة. وبعدين كل واحد عايز يبقى له دور بيطلع يتكلم على السوشيال ميديا، والله العظيم تلاتة انا خايفة وانا بتكلم يعني اقول حاجة يتعمل عليها، مش انا مش بخاف غير من اللي خلقني، بس يعني انتوا كلكم زي الصغيرين ولادي واللي في سني اخواتي واللي اكبر مني امهاتي وابائي. انا قاعدة في العربية مستنية مواصلة لحد لازم تبقى مكان معقم عشان نعرف نركبه المواصلة دي. تصور بقى يا حبايبي الكويت هتفضل شقيقة لمصر وكل الشعوب العربية اخوات، حتى لو كان في ما بيننا وما بينهم اي خلاف، ومفيش خلاف اصلا مع الكويت اصلا، اصلا مفيش خلاف مع الكويت اصلا. ربنا يخليكم ليا. عايزه اقول لكم رجاء جداوي بخير، مصر بخير، اطباءنا على راسنا، الناس اللي بتستشهد من اجل مصر ما تستعجلوش في انكم تحكموا على البني ادمين، ما تردوش على حد باساءه. سلام عليكم.